السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. لم تقتصر معاناة التجار وأصحاب رؤوس الأموال والمواطنين العراقيين في مناطق انتشار الميليشيات الموالية لإيران في البلاد من فرض النفوذ فحسب، فهؤلاء اصطدموا بواقع جديد يتمثل بفرض الإتاوات المالية بقوة السلاح. وقد انتشرت خلال الفترة الماضية حالات ابتزاز وفرض إتاوات، ولم تستثني هذه الظاهرة أي محافظة أو منطقة في العراق. ففي محافظة ميسان على سبيل المثال، ناشد أصحاب محلات تجارية وزير الداخلية الحالي من أجل مساعدتهم للتخلص من مجاميع تنتمي إلى ميليشيا السرايا التابعة للتيار الصدري، بعد إطلاقها النار على محلاتهم التجارية بهدف ترويعهم وإجبارهم على دفع الإتاوات من دون وجه حق. دعونا نشاهد. ناس سرسرية تسأل علينا تريد فلوس، إذا سبع شدات من عندي وأنا على باب الله. رحمة الوالدة خلصنا يا زبيدي، رحمة أمك وأبوك، أنت تشتغل خوش رب العالمين. صار بك شعب إجزم مطوط وما بدورية، لا دورية لا شرطة لا أم عربية. أجل ما براحته وراح والساعة الخمسة الصبح راس البيني أتلكم أتلكم جوين المخابرات والاستخبارات وأنا رجال ومليون بلوه وحاط الجهاز الجنب. ها شو معك كله ما يصير هالشيء نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى مقطع آخر في العاصمة بغداد، حيث اشتكى أصحاب محلات تجارية في النهضة من تهديد وابتزاز مجاميع مسلحة تنتمي أيضا لميليشيا السرايا التابعة للتيار الصدري، وإجبار أصحاب المحلات على دفع الإتاوات بالقوة وتهديدهم بالتصفية في حال امتنعوا عن ذلك. لنشاهد. هذا يدعي بالسرايا، هذا يدعي بالسرايا وجاز طالب يدعي ياخذ المحلات مال العالم، ياخذ الارزاق مال العالم. بايع اليوم اودي للوقاي واودي الدعس، انزع الكمامات، انزع وصل، اضرب 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 يلا. هذا يدعي الحمايه مال تحسين. يلا اليوم اشوفك يا اهل يجي، يا اهل يجي يا اهل يوصل. يلا يلا اليوم انت مو تدعي التحسين، مو تدعي بالوقاي، مو تدعي بالسرايا، تعصب يلا. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. سامر يقول: ميليشيات قذرة تايهة بلا رقيب، وما خفي كان أعظم. تعليق من أبو أديان البصري يقول: مافيات خطية، العراقيين أصبحوا تحت أيادي، قلوبهم قاسية وأيديهم ضاربة. طيب، مجيد يقول: عاشت إيدك يا بطل، افضحهم لهؤلاء العصابات التي تعتاش على قوت غيرها كالجرادي والقمل. وعمر يقول: العراق أصبح غابة تجول فيها الوحوش لافتراس الضعفاء، يعني قانون الغاب هو السائد. مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. دعونا ننتقل إلى الموضوع الآخر لدينا في حلقتنا لهذا اليوم. يدور الحديث في العراق دائما بشأن القطاع الصحي في البلاد، وحول الفساد الذي ينخر هذا القطاع، والذي بدأ واضحا بشكل لافت بالرغم من ادعاء حكومة محمد الشيع السوداني وهو شخصيا بتحسينه. ولعل الدليل على ذلك المرضى الذين تتدهور أحوالهم، والمستشفيات التي تهالكت بناها التحتية، وعدد المواطنين الذين يسافرون لتلقي العلاج على حسابهم الخاص في دول مختلفة. ففي المستشفى الألماني في محافظة النجف، وبالرغم من صرف أكثر من 130 مليون دولار على هذا المستشفى،
يعاني من عطل في أنظمة التكييف المركزي، ما زاد من معاناة المرضى فيه في أجواء حارة وصلت درجات الحرارة فيها إلى نصف درجة الغليان وأكثر. لنشاهد. نحن الآن من المستشفى التعليمي بين قوسين الألماني اللي انصرف أكثر من 130 مليون دولار، 130 مليون دولار، التبريد صار أسبوعين متوقف. تعال شوف الناس المرضى الحالي الوضع بهذا الحال 47 درجة الحرارة أو وصلت 50 درجة، الناس بلا تبريد. 130 مليون دولار انصرفت على هاي المستشفى. هسه تروح للمستشفيات الأهلية تلقيها كلها تباريد تشتغل. تعال هذه الرجالية، شوف 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 الفخامة والهاي، شوف هاي النسائية أيضا مال الأطفال متوقفة التبريد. الحب الناس تهفي بالمهفات، هاي النسائية ركعة النساء أيضا. أنا ما أريد أصور الموظفات خواتي وهنا نساء، شوف كلها تهفي، شوف الوضع كلها تهفي. هذا الطابق كله من البداية للنهاية ماكو تبريد. يا دكتور عبد الله الغزالي السيد المحافظ السيد وزير الصحة، 130 مليون دولار انصرف على هاي المستشفى. شكرا جزيلا. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. بعدما كان العراق في صدارة دول الشرق الأوسط في مجال الصحة لجهة الخدمات الصحية والعلاجية والبنية التحتية المتطورة للمستشفيات والمؤسسات الصحية، أصبحت مستشفيات العراق نتيجة عدم الاهتمام بها مادة إعلامية تكشف الفضائح، وراحت تنشر صور وتبث تسجيلات فيديو تظهر انعدام النظافة والإهمال، بالإضافة إلى أخرى تكشف انعدام المستلزمات الطبية والعلاجية والأدوية وحتى سيارات الإسعاف التي غابت حتى من بعض المستشفيات الأهلية والتي يفترض أن تكون الخدمات فيها بشكل أفضل من نظيرتها الحكومية، حيث أصبح من المستغرب أن نشاهد مستشفى أهلي من دون سيارة إسعاف والمريض ينقل بسيارة حمل. لنشاهد. هذا المستشفى ما بيها سيارة إسعاف، وسيارة الإسعاف اللي أنتم راح تشوفونها هسه راح أقول إياها يقولون عاطلة، بس اللي الصورة الأمامية أو الصورة الأولى للسيارة توحي بأن السيارة صار لها أكثر من شهر ما مشتغلة. أحد أهم الأمور اللي تعطى إجازة لهذا المستشفى اللي يكون فيها سيارة إسعاف، فعشرات المراجعين يدخلون يوميا لهذا المستشفى يعانون من انه مريضهم ينقل بسيارات خاصه او يجيبون اسعاف سعرها 75 ألف. فاحنا راح نراويكم السياره وراح نوجه نداء للدكتور عبد الله الغزالي مدير صحه النجف على انه يهتم بهذه المشكله، لان الصراحه مشكله جدا صعبه. احنا شخصيا نقلنا المريض اللي عندنا، نقلناه بسياره حمل. تخيل يعني مريض ينقل بسياره حمل، فكيف انه كيف بقيه الناس انا ما اعرف. هذا المستشفى تعاني من مشاكل عديده، فعراويكم سياره الاسعاف اللي موجوده اللي مفترض في كل مركز صحي سياره اسعاف، بس هذا المستشفى ما بيها سياره اسعاف. تعالوا شوفوا بعينكم. في السياره اللي هي مفترض ان تكون خاصه بمستشفى العراق الاهليه. شفت يعني شكل السياره الاولي يوحي لانه هذه ما مستخدمه صار لها فتره، وفعلا انه المستشفى لما سالناهم قالوا السياره عاطله. او السياره ما اعرف ايش بيها يعني، واضحه تايراتها اصلا نازلات وما بين هوا، يعني المسافه قديمه وسياره جدا رديئه ما تليق بمستشفى اهليه. تاخذون على اقل عمليه 1,500,000 دينار عراقي، هذا اللي انا شفته بعيني. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. من اخر ما تناقله العراقيون خلال او في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بمشاكل القطاع الصحي هو تسجيل مصور صوره مواطن لذوي مريض يقومون بإخراجه من مستشفى الناصرية على كرسي مكتب متحرك نظرا لغياب الكراسي الخاصة بنقل المرضى في المستشفى، ولكم أن تتخيلوا إلى أي مدى وصل إليه العراق وقطاعه الصحي المتهالك. لنشاهد. مريض مستشفى نشاهد.
نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو محمد يقول: عاشت الحكومة لتوفيرها الرعاية الصحية للشعب بشكل كبير، حتى أنك لا تتصور هذه الخدمة في أوروبا. حميد يقول: الله ينتقم من كل واحد وصلنا إلى هاي الحالة، خافوا من الله. وطلال يقول: ما شاء الله على حكومتنا الرشيدة، موفرة جميع وسائل الراحة. وحسان يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، بهيك دولة ما تقدر توفر أبسط الأشياء للمواطن. مشاهدينا، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم، ومعنا أول اتصال من السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا العزيز، هاي من أكو شغلات ماكو قال عيسوها ويفرض عتاوة وما دش يفرض وما دش يفرض، هاي كلها ما يحسبوها، يحسبون شغلات من يجي كثير يطلعوا على القنوات، كان صدام وحكى صدام، كان صدام وحكى صدام. يا عمي زين، هذين السؤال ليش تسولفون عنها؟ حتى من تجي تقيس المحكمة، أبصر في هاي المحكمة القاضي مرتشي، القاضي وهو قاضي حاطي ده على اليمين ويشتغل على أساس صحيح مرتشي، لأن أكو ناس داعش، الداعش يطلع والبريء ظل ملقوح بالسجن ويقن بالسجن، وإذا كان قاضي شريف يهددوه أو يقتلوه. لا لا لا، ما ظل هسه الشريف مع احتراماتي لك، يعني أنت يعني ما نقدر نقول يا أبو عبد الله، ما نقدر نقول بالنهاية ماكو، لكن أيضا أكو كثير من الشرفاء العاملين في كافة القطاعات بالدولة تحت الضغوطات عايشين. مو الشرفاء ماكو، مع احتراماتي لك، انت عليش طلعت تركيا؟ لان انت من الظل الناس الصفة، مع احتراماتي لك. نعم صحيح. مو صحيح؟ صحيح. لان صوت الحق محيريده. نعم. صوت الحق محيريده. يعني البارحة قلت بس احصلكم على جامعة السرايا البصرة. نعم. من يطلع هذا خالد الملة من يقول اكو كم صعلوك، يعني اذا انت ملة تقول اكو كم صعلوك، خليت له صعلوك ايش يحكي؟ يعني إذا أنت ملة ولابس عمامة سيدنا الرسول ولابس الجبة وهاي ألفاظك، يعني إيش خليت للحش السامع للموخوش؟ طيب أنا بس أريد منك تعليق أبو عبد الله. اللي عرضنا في بداية الحلقة قضية تتعلق بمعاناة أصحاب المحلات التجارية، أصحاب رؤوس الأموال، حتى مواطنين بسطاء من ابتزاز الميليشيات وفرض الإتاوات بقوة السلاح، والمقطعين اللي عرضناهن تتعلق ب يعني مسلحين ينتمون لميليشيا السرايا التابعه لمقتدى الصدر. يعني وين لعد النزاهه؟ وين الوطنيه؟ وين حب الوطن؟ وين انه هاي لخدمه الناس ولحمايه البلد وحمايه اموال الشعب؟ هاي الشعارات اللي يطلقها زعماء الميليشيات، الشعارات اللي كلها تحمل معاني وقيم، وينها من التطبيق على ارض الواقع؟ ليش البلاء كله يجي من هاي الميليشيات ومن هذه الاحزاب؟ مع احتراماتي لك وقناتك، كذبوا ببلاش، كذب لو ياخذون عليه ضريبه ثانيه، بس فوق هذا الحكي. هو محمد شاع السوداني الاخ كل من يطلع يقول لك اريد اسوي واسوي واسوي، هو كذب بكذب. عمي ناس كلها حراميه، يعني هسه المواطن من يروح يشتكي على موظف بسيط، المدير ساند للموظف. يعني ما حد يقدر يحكي، عمي العالم ترى عايشه على اعصابها. نعم. بس شو نسوي؟ نقول لا حول ولا قوه. نعم. وأني ممنون منكم. شكرا جزيلا سيد أبو عبد الله من صلاح الدين لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. نكمل مشاهدينا الكرام، لدينا من مواضيع نطرحها في الفقرة الأولى. طبعا ننتقل الآن إلى ملف أزمة المياه وشحتها في العراق. مع تفاقم أزمة مياه الشرب في العديد من مناطق المحافظات العراقية والتي تزداد مع تصاعد درجات الحرارة، تعتمد إدارات المحافظات على السيارات الحوضية لإيصال المياه إلى الأهالي الذين يؤكدون أنها لا تلبي احتياجاتهم وسط دعوات لإيجاد حل طويل الأمد. ويشكو أهالي أغلب مناطق البلاد ومنها العاصمة بغداد من شح في مياه الشرب تفاقم خلال السنتين الماضيتين، وخصوصا في موسم الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة. ففي منطقة الزعفرانية طالب السكان بإطلاق اسم منطقة التناكر على منطقتهم، أسوة بتسمية منطقة التنك على المناطق العشوائية المبنية من صفيح التنك، وذلك بسبب اكتظاظ المنطقة بالسيارات الحوضية التي باتت وسيلة السكان الوحيدة للحصول على مياه الشرب بسبب انقطاعها منذ فترة طويلة. لنشاهد.
مو اكو حي التنك، احنا صرنا حي التناكر. صح لو انا غلطان؟ نقص من الماء، من الكهرباء، يعني هاي عوائل من ضمنهم ناس مرضى، ناس كبار متقاعدين بالجيش العراقي بيهم، وتعرفين قاعدين بهاي البيوت صار لهم اكثر من اسبوع 10 ايام ما عندهم كهرباء. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. منذ بداية فصل الصيف تشكو العديد من المناطق في المحافظات الجنوبية من شح المياه لساعات عدة في اليوم الواحد. تفاقمت هذه الأزمة خلال الأيام الأخيرة مع وصول مدة القطع في بعض المناطق لنحو 15 ساعة يوميا، ويضطر العديد من سكان الأحياء السكنية في تلك المحافظات إلى السهر خلال أوقات الليل من أجل الحصول على فرصة لملء خزانات المياه في منازلهم عبر مكائن سحب المياه الكهربائية. في غضون ذلك اشتكى أهالي منطقة أم العصافير في محافظة المثنى من انقطاع مياه الشرب، وطالبوا بضرورة الإسراع بتوفيرها. لنشاهد. مناشدة إلى مدير ماء السماوي الصوب الصغير وإلى محافظ المثنى، عمي ماكو منكوبين منطقة من العصافير، الله شاء صار لنا 10 أيام ماي ماكو، حصر علينا الماي، نشتري ماي آرو من المحطات، الله شاهد، وهذا حصر لكم ال ها شوفوا التواكي مالتنا، الله شاهد يابس، شوفوا يابس صار لنا، شوفوا ماكو، شوفوا ماكو ماي، الله شاهد ماي ماكو بالبيت، حصر لكم التانك بالسطح. شوف والله شاهد وين محافظ المثنى مدير الماي، ها شوف التانكي والله شاهد يابس، شوفوا شوفوا شلون يتحرك، الله شاهد ماي ماكو بس طين ضار، الله شاهد صار له 10 ايام ماي ماكو، شوف البيت تقول منكوب، تقول ما حد بيعايش، الله شاهد تراب مكنة، لا ماي نغسل لا ماي نشرب، جاني يعني اشتري ماي ارو من المحطات، يعني المحطات 24 ساعه يصير بها الماي واحنا بهنا المناطق ماكو ماي. مستمرون مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. منذ عدة أشهر سجلت مناطق في محافظات عراقية عدة منها ديالى المرتبطة حدوديا مع إيران ومحافظة واسط وكذلك ذي قار والمثنى، سجلت هذه المحافظات موجات من النزوح بسبب موجة الجفاف التي تعانيها والتي سببت حرمان مناطق عدة من المياه. أيضا هذا الموضوع دفع العديد من العائلات إلى الهجرة بحثا عن المياه. طبعا الحكومة لم تبدي أي اهتمام بهذا الملف من جانب احتواء تلك العائلات وتقديم الدعم لها، ولا من جانب العمل على تفكيك أزمة المياه مع إيران وإبرام تفاهمات واتفاقات معها، ما فاقم الأزمة وزاد من عدد العوائل النازحة ليشمل مناطق في محافظات أخرى. في ميسان أيضا ما زالت معاناة سكان حي الرحمة الثانية مستمرة بسبب شح المياه وانقطاعها وسط استمرار مناشدات الأهالي دون جدوى. لنشاهد. هاي الناس أهالي حي الرحمة الثانية، هاي الناس صار لها أكثر من 20 يوم المي مالتها مقطوع، يعني مي ماكو لا غسيل ولا شرب. آمنتوا بالله هسه احنا نشتري كنا مي آرو، هذا المي اللي المنقع نشتريه للشرب، هسه قلنا نغسل بيه وما يكفي، 500 لترة ب5000 دينار، يعني شنو احنا بالله عليك وزراء؟ يعني منين تجيب هاي الوادم؟ هاي الوادم كلها اللي يشتغل بستوته واللي يشتغل عماله واللي ما عنده شغل ولا عمل. عمي احنا منا زين، هاي دائرة مي ومجاري نيسان، بالله اخذ الكاميرا على الباب شوفه شلون مسدود، اخذ الكاميرا على الباب شوفه شلون مسدود وبسلسلة. زين هسه احنا طبينا للدائرة، لا مهندس ولا مدير ولا معاون، عراويك الساعة بيش الساعة بالعشرة إلا عشرة وماكو مدير ولا معاون، يعني هاي الناس ليش تاخذ رواتب؟ شو تسوي؟ المن متعينين شو يسوون؟ شغلهم شنو؟ عملهم شنو؟ إذا احنا صار لنا أكثر من شهر ماكو مي. عمي منا احنا منا وناشد مجلس قضاء ميسان، ناشد مجلس قضاء ميسان ونشتكي وندعي على محافظ ميسان ومدير بلدية ميسان ومدير كهرباء ميسان ومدير مي ومجاري ميسان، كلهم ذولي نطلب الشكوى عليهم. عمي تشتكون عليهم؟ تريدون حقهم حقكم منهم؟ نعم. تسمع عمي هاي الوادم هاي مو واحد واثنين. لنتابع الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. علي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، لا مي لا كهرباء لا شوارع بها خير، هو واحد مجبور ويجي ويحط بحي الرحمة. طيب
لدينا تعليق من علي يقول لازم تتغير هاي الطبقة الفاسدة من محافظ والقائم مقام. أبو فهد يقول الله وكيلكم محافظ فاسد ما يفيد وياهم الكلام، يحتاج مظاهرات نغلق المحافظة. وتعليق من نور الهدى تقول والكهرباء والشوارع والتبليط ماكو أي شيء، لا مدارس لا سوق، منكوبة منطقة ولا مستوصف. طيب نستمع لرأي السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أهلا وسهلا. وياك أبو عمر من الناصرية، شلونك عمي؟ كل الهلا يا أبو عمر، تفضل. الله يحفظك. طبعا بالنسبة ذولا ياخذون خاوات، ياخذون خاوات من العالم الفقري مال المحلات، يعني هاي يعني هاي خاوة قوة. هاي الميليشيات يعني قوة جاي ياخذون فلوس من عندهم. نعم. قالوا لا هاي علم رواتب يعني علمهم بيناتهم. هذا يا هو هذا المحافظ وقائم مقام ها عيني هم ذولا متفقين دائما، يعني ماكو عمارة من بهاي، اي واحد يبصر الشغلات عنده محل هاي ياخذون من عنده، هذا خاوة يسموها. فهمت نعم استاذ محمد؟ نعم. فهمتني؟ هم يقولون او الناس تتهم هؤلاء اللي يحملون السلاح بأنهم تابعين لميليشيا السراي، المقاطع اللي عرضناها. وطبعا هناك ميليشيات أخرى، احنا ما نقدر هم نقول بس السراي هي المتهمة، هناك ميليشيات كثيرة في محافظات عراقية كثيرة أيضا تبتز العالم وتفرض الإتاوات على الناس بقوة السلاح. كل هذه الميليشيات تتبع أحزاب إسلامية، هذا توصيفها. طيب وين الإسلام بالموضوع؟ هم يقبلون على نفسهم مال حرام. طيب وين الإسلام بالموضوع؟ هم يرون وهم أصحاب القوة يشوفون العالم اللي دا تتضرر كل يوم والعالم اللي دا تبتز كل يوم، وما دا يحركون ساكن ولا دا يحامون الناس أو يدافعون عنهم عن حقوقهم وعن أموالهم. وين هذا الإسلام اللي يدعونه هذه أو تدعي هذه الأحزاب وكل من يحمل السلاح في العراق اليوم يقول إحنا مقاومة إسلامية؟ وينكم أنتم عن العراقيين اللي دا يضطهدون ويظلمون؟ لأن العفو بالنسبة هاي الميليشيات، هاي ميليشيات، هاي مجموعة ميليشيات مثل ما تفضلت أستاذ محمد، لأن هم لا يدعون بالإسلام. أنت مو تروح تفلش بيت الله في البصرة أسعد العيداني يلا ولا أنتم ماكم إسلام، أنتم تعرفون الإسلام شنية؟ الإسلام ها يعني الإسلام تعرف شنية الإسلام؟ الإسلام رحمة. نعم. الاسلام مو نقمه، رحمه للبشر. انتوا وين عندكم انسانيه؟ عندكم ضمير؟ انتوا جامع فلشتوا، جامع بيت الله فلشته، قالوا لا فلشت هاي الميليشيات. شو تقول لك انت تنفذ يا محافظ يا استاذ محمد؟ يا محافظ يا بالبصره، حاسك بالبصره تسمعني؟ بالبصره ذولا قاعدين بقصر راسي، ذولا جاي يختالون بالعالم. نعم. ذولا جات ايران، نعم حتى ايرانيين والله. والله قسما عظما، والله 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 قسما عظما، ذولا قاعدين هنا العصابات بالبصره بشط العرب بالقصور قاعدين جاي يقتلون بالعالم استاذ محمد. هي بس البصره يا ابو عمر؟ بس البصره اللي تعاني من الميليشيات؟ في كل محافظه عراقيه موجودين ومكاتبهم الاقتصاديه موجوده وابتزاز العالم وترويع الناس. وين اكو محافظة عراقية سلمت من بطش الميليشيات ومن سطوة الميليشيات الا محافظات شمال العراق؟ هاي قضيتها واحد، لكن كل المحافظات العراقية اليوم موجودين. نعم نعم، كل المحافظات فيها ميليشيات، ما والله ما سلمت من عندهم. نعم. تشرين طلعنا تشرين قتلونا اقتالونا كل شيء سووا بينا. يعني الميليشيات وين ما تروح موجودين هم. نعم. بكل المحافظات هم مستولين على المحافظات كلها استاذ محمد. والله يعني حبيب. ابو عمر هم بيدهم السلاح وبيدهم السلطه وبيدهم المال وبيدهم كل شيء ومسيطرين على المحافظات. اليوم حتى من رئيس وزراء وانزل ما حد يقدر يحكي ويا الميليشيات. لعد هذا اذا هم ما شاء الله مسيطرين على العراق والعراق بيدهم، ليش ما بنوا؟ ليش ما عمروا؟ وليش ما خلوا اكو وضع امني مستتب؟ ليش ما سووا فتح حياة كريمة للمواطن؟ بيدهم السياسة وبيدهم المال والسلاح، منو اللي يمنعهم؟ لا بالعكس، هذا جوابك كلش يعني جوابك كلش ممتاز ومكرم استاذ محمد.
الشاي محمد ذولا شاي خرب ذولا من الشاي تابع الدول تابع لإيران. هاي إيران إيش ما يقولون ينفذون ذولا. نعم. يعني هما مش شاي عندهم عمار عندهم سووا خراب في البلد. نعم. كتلوا المواطن العراقي خربوا البنية التحتية إيش سووا هما؟ نعم. دمرونا دمار. سووا هما من الجوف. نعم. كل تعب كهرباء. كل هاي هذا الجفاف. صحيح. سووا هما. العالم هاي تشرين جد عطت ضحايا راحت هما كل هما من عندهم. يا محمد الشعب السوداني. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو عمر من الناصرية شكرا جزيلا وصلت الفكرة. يعني الدولة بيدهم صار لها 20 سنة بيد هذه الأحزاب بيد ميليشيات هذه الأحزاب بيد الحكومات التي شكلتها هذه الأحزاب 20 سنة ما قدروا يقدمون أبسط الخدمات للمواطن العراقي. اليوم احنا في 2023 الشعب العراقي يموت من العطش يموت من الجوع لا توجد كهرباء لا توجد عدالة لا توجد حرية رأي وتعبير لا توجد خدمات بأبسطها في أي منطقة موجودة في العراق كلها تعاني إن كانت مدمرة كالمحافظات المنكوبة بسبب العمليات العسكرية أو إن كانت جائعة وفقيرة كالمحافظات الوسطى والجنوبية. طيب ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة إلى ملف المشاريع المتلكئة والإهمال الذي تعانيه، إذ تعد مشاريع وزارة الشباب والرياضة مثالا حيا على الإهمال والفساد في المبالغ التي جرى هدرها. من أمثلة ذلك ملعب المحمودية في العاصمة بغداد الذي يعاني الإهمال وغياب المتابعة بالرغم من صرف أموال كبيرة على هذا المشروع. لنشاهد. لا الملعب المحمودية هذا ملعب المحمودية شموك لا حارس لا فتشي مهمل من قبل وزارة الرياضة نتمنى من عندهم أن يتابعون هذا الموضوع شوفون شنو الملعب شو كل شموك هذا ملعب المحمودية ليش هيك مهمل هذا السياج واقع نتمنى من عندهم ان يتابعون هذا الموضوع مفتوح زباين الموجوده بي مكسر لا ادامه لا فشي هذا ملعب المحموديه. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الملف. في غضون ذلك دعا مدونون وناشطون من محافظة ذي قار وزارة الشباب والرياضة الحالية إلى حسم ملف إكمال مشروع الملعب الأولمبي شمال مدينة الناصرية والمتلكئ منذ عدة سنوات، كذلك الإسراع بإحالته إلى شركة رصينة نظرا لحاجة المحافظة لهذا الملعب. وأكد المدونون أن الشركة المنفذة السابقة استلمت مبالغ أكثر من النسبة المنجزة فعليا، وبناء على ذلك تم سحب العمل منها وتخصيص مبلغ 40 مليار دينار عراقي جديدة من أجل إنجازه. وبين المدونون أن المشروع لم يشهد أي حركة إنجاز جديدة لا من قبل وزير الشباب والرياضة السابق ولا الحالي الذي اكتفى بإرسال وفود لزيارة المشروع مرتين والاطلاع على واقع الملعب دون تحقيق إنجاز يذكر. طبعا سخر ناشط من محافظة ذي قار من مصير هذا الملعب بعد أن بدد التخصيصات المالية المرصودة له بعد أن عرضه للبيع بشكل تهكمي. دعونا نشاهد. قبل أيام صورت وقلت يا بي هذا ملعب الناصرية للبيع والسعر خاص يا اللي اشتريه. هواي طبوا اللي قالوا بايع بيش السعر؟ قلت لهم لا أبويا بطلنا ما نبيع لأن الوزارة والمحافظة تحركوا عليه راح يشتغلونه. لا اشتغلوه ولا تحركوا فقط تحرك فيسبوكي إعلامي كذب. صار لسنين ومنين هذا الملعب ماله كبير لا وزارة الرياضة لا الوزير لا رئيس الوزراء لا الشركة لا المقاول من 2008 و9 ولحد هذا اليوم هذا الملعب حديد مزنجر مليارات المليارات وهذا الملعب ما إلى واحد أبد. نستمر معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. في محافظة المثنى التي زارها رئيس الوزراء الحالي محمد الشاع السوداني تفاجأ عمال من توجيههم
لاستئناف العمل في ملعب السماوة الذي توقف العمل فيه منذ 3 أشهر، والذي كان من المفترض أن يكتمل في عام 2021 في محاولة لتزييف الواقع وإظهار أن العمل مستمر للتغطية على الفساد الذي رافق إنجاز هذا المشروع المصنف على المشاريع المتلكئة. لنشاهد. هذا ملعب السماوة، صورنا ملعب السماوة متوقف صارت 3 أشهر من شهر الثالث، يا 3 أشهر أكثر من شهر الثالث العمل متوقف ملعب السماوة. من سماعوك زيارة لسيد رئيس الوزراء محمد شاع السوداني وأحمد نبرقع وزير شباب الرياضة للملعب، استأنفوا العمل، خبروا العمال لما تجي تستأنف العمل الأول يأخذون صور ويقول لك يلا العمل جاري ملعب السماوة، والملعب متوقف من شهر الثالث، وهاي قدامكم الصور. واليوم إحنا إجينا أكو شو أقول لك، أكو زيارة للسيد الرئيس والوزير شباب الرياضة، شو أقول لك، يعود يجي والعمال تشتغل، الآليات موقفة والخشب مكسر والحديد ماكل الزنجار. إلى دولة رئيس الوزراء الذي زار مدينة السماوة هذا اليوم، لا تتغشمر بالمحافظ وبعض النواب الفاسدين، إن كنت تسمع وتريد أن تعمل تعال للمشاريع المتلكئة، وأهمها المستشفى الألماني، هذا الملعب الذي سيكون المتنفس الوحيد لأبناء المدينة، مدينة السماوة، أحسن ما يروحون للمخدرات. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. مصطفى يقول: والله شريف وابن حلال، بس خاف يطقونك بالدهن. طيب، تعليق من حاتم يقول: يا ريت العالم كله تصور وتنشر حتى نفضح ذول الحرامية المعفنين. حيدر يقول: خويي شوف لك غير شغلة، راح يطردوك الآن فضحتهم. وزكريا يقول: أنت بطل بس للأسف راح يطردونك من الشغل لأن حكيت الحقيقة. طيب، نستمع لرأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، تحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا نعرف المشاريع المتلكئة اللي تأخذها الأحزاب عن يعني طريق يعني مزايدات أو عن طريق رئيس الوزراء بعلمه، وكل وزارة لها مكانه، يعني من تأخذ مشروع يعني كملاعب كمستشفى كمدارس، هذه من لمن من تكون يأخذون مقاولات عليها، والمبالغ اللي تنزل بجيوب الفاسدين من المدراء من رئيس الوزراء من رئيس الوزارة اللي هو نفسه، هذا تعكس على الدولة وعلى هيبة الدولة وقيمة الدولة وضعف الدولة. معنى الكلام بالعامية يعني يعرفون بنفسهم إحنا حرامية، يقولون للشعب وللعالم كله، هذا دلالة على فشل وإنجاز المشاريع بإكمالها وبسرعة للشعب أو للمواطنين اللي هم محتاجين أن الخدمات يكون عندهم من ملاعب من مستشفيات من مدارس. هاي المشاريع من ما تنجز، هذه دلالة على يعني الخزي والعار ترجع للحكومة اللي تحكم العراق. وكل هذا كله اللي تفضلت به، هذا كله اللي تفضلت به، ليش ما يدفع أو ما يقود محمد الشيع السوداني إلى محاسبة السابقين من وزراء من محافظين من مسؤولين في الدولة من رؤساء حكومات سابقة، لو ما يقدر يندق بيهم دولة ما يقدر يطخهم؟ أستاذ محمد، إحنا بالعراق عندنا كل الحكم بالعراق هم ميليشيات زعماء ميليشيات، أما عندنا رئيس وزراء إنه يحكم هاي الوجوه الفاسدة أو الوزراء، لأنه أكو أعلى من عدة من بالسلطة هم قادة الميليشيات وأحزابهم، يعني ما يقدر يسوي شيء. هذا الشخص مجرد أن إذا تكلم كلمة يعني على الميليشيات أو كل من يعني يطلب السلاح خارج القانون ممكن يقتلوه، يعني قبل نعرف الكلام. لا، ليش إذا هم مو قدها ليش لعد يستعرضون أمام وسائل الإعلام عن شخصيتهم ومنجزاتهم الوهمية طبعا، وهذا الحديث المستمر اللي المواطن العراقي مدى يلمس منه أي شيء؟ يعني حكومة محمد الشيع السوداني، هذه الأحزاب بآلتها الإعلامية صدعت رؤوس العراقيين هذه حكومة الخدمات، حكومة الخدمات اللي جتي حتى تغير الوضع إلى الأحسن. طيب، 9 أشهر أو 10 أشهر الآن وما تغير أي شيء، ولم يلمس المواطن أي إنجاز حقيقي في قطاع الخدمات، إذا هم مو قدها ليش دا يدوخون العراقيين بهذه الاستعراضات؟
استاذ محمد اكيد هم جدها مو موجدها، بس هم يذلون الشعب العراقي. يعني ما ممكن انه رئيس وزراء عنده صوت العليا انه يقدر يحكم على ميليشيات، يعني هسه عندك ميليشيات انه يعرف بيهم، يعني تاخذ هتوات من العالم من المحلات من منافذ الحدوديه، يعرف يعني اكو عندك قوات امنيه تقدر تحاسب هذول الناس المنشقين السلاح المنفلت، لكن اكو عندنا ضباط دمج وعندنا ناس قاده مسؤولين امام رئيس وزراء امام قوات الامنيه اللي تحاسب من هذول الحسابات، فدائما عندهم اعلانات مالتهم يقولون احنا اصحاب مقاومه واحنا اللي دافعنا طيب. واحنا اللي حررنا وسوف ننجز، هذه كلها اعلامات للشعب العراقي. طيب يعني انا اشكرك ابو عمر اكتفي وياك، شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد. نستمع لراي السيد ابو همام من كركوك، تفضل يا ابو همام. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور، حياك الله. شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا. اريد من يعني من قناتكم العزيز من قناتكم اعبر عن كم نقطه. تفضل. اولا اكو احد بارز ابرز السياسيين هو يعني يحكي بنفسه شيء يقول احنا من جينا للعراق نستلم السلطه ما جينا نعمر العراق، بل انما جينا نهدم العراق. طيب. وان شاء الله عن قريب راح اجيب لكم الفيديو وادزله على قناتكم. نعم. من هو يحكي ويقول هذا الشيء. ثاني شيء برلمان من صوتوا على قانون عفو العام، عودة النازحين، صرف العملة، ارتفاع سعر الدينار. أدري أنا أريد أسأل أريد أقول هذا الشيء من قناتكم، قانون عفو العام وينه؟ ما صوتوا على هذا القانون، حتى عودة النازحين ما صوتوا عليها. حتى ارتفاع الدولار صار أكثر. هذا نخليه من طرف. الطرف الثالث، النقطة الثالثة اللي أريد أقول لك إياها، العراق هو ما بي غاز، بيو مليان ونصدر، يعني عندنا يصير عندنا اكتفاء ونصدر لعشرات السنين. رحم الله رحم الله والديك. أدري ليش ما ينتج الغاز؟ ليش يصدر من الإيران؟ شنو الإيران مشلت بينا؟ نعم. كل شيء إيران وإيران وإيران. ما حد يعترف من دول اللي موجودين، ما حد يعترف من دول اللي موجودين بالحكم من 2003 لليوم، ما حد يعترف بهاي الكارثه اللي سووها، انه جابوا هاي المحطات وخلونها عبيد لايران او خلوا البلد تابع لايران. يا اخي العزيز يا اخي العزيز، هو حكومه فاشله، هذول من حشاكم ومن حشا السامعين. اكو مثل يقول الواوي، هذول واوية الايران، هذول ما براسهم خير للشعب العراقي. نعم. بس هنا اكو نقطه اريد اوضحها من قناتكم، الشعب صوته. ليش الشعب صوته؟ معمر القذافي من سقطه؟ من سقط حكومته؟ الشعب له امريكان، الشعب له دول اوروبيه، هو الشعب نفسه سقطوا حكم معمر القذافي. الشعب يعني هاي قضيه مو قضيتنا واصلا ما صارت بهالطريقه اللي تفضل بيها، لكن بالعراق القصد انه الشعب لازم هو يسقط الحكومه. طيب انت شفتهم شلون طلعوا بلحمه وطنيه بتكاتف؟ يا اخي ثوره تشرين شلون قمعوهم هؤلاء ادعياء ديمقراطيه. يا اخي العزيز يا اخي العزيز، الموضوع شنو؟ كل مجموعه من الشعب قاعد يصفق للسياسي، كل مجموعه قاعد يصفق للسياسي. انا اريد اقول لك اياها مختصر مفيد هذا. طيب. ما قضيه الدواعش، قضيه الدواعش وقضيه ما ادري منو جابها، هم مو نفسهم جابوها؟ مو نفسهم سووا طائفيه بالعراق؟ منو نفسهم دمروا العراق؟ من هم اللي جابوا داعش وسووا طائفيه؟ نور المالكي جابه يا اخي العزيز. تمام. بوقتها البنوك الموصل ما كان بس ما هذا بس ما هذا بلوك. سيد همام، ابو همام، مع هذا ما نقدر نقول بانه الشعب مقسم وكل فئه تنتمي الى حزب او جهه، لا، لانه الغالبيه اللي لو كان كلام مثل ما تفضلت كانت هذه الاحزاب دفعت هذه الجماعات او هؤلاء الاتباع الى المشاركه في الانتخابات. الانتخابات اللي الاخيره اللي صارت اكبر دليل على ان غالبيه الشعب العراقي يرفض وجود هؤلاء، هم باقيين بسبب الاراده الدوليه وقوه السلاح. يا اخي بالانتخابات منو طلع بالانتخابات؟ سيد مقتدى الصدر، صح ولا لا؟ شوف ابو همام، 15% هاي اذا كانت هذه النسبه فعلا 15% بس اللي شاركوا بالانتخابات الاخيره من الشعب العراقي كله او من نسبه القادرين على التصويت، اقل حتى من 15%. هم ما يعترفون بهذه النسبه طبعا. رحم الله والدك. 73% الاصوات تابع فاز بها منه سيد مقتدى صدر، وليش خلوا سيد المقتدى صدر يطلع من السياسه يعوف السياسه؟ ليش؟ هم سيد مقتدى صدر ما راد يفسك الدماء بالعراق، ما راد يصير شهداء بالعراق، ما راد يصير ايتام بالعراق، ما راد يصير ارامل بالعراق،
قام يسحب نفس الرجال من الحكومه. هسه الحكومه بيتكم سيد محمد شيع السوداني انت استلمت يعني مقتدى الصدر. مقتدى الصدر يقتل العراقيين بالطائفيه حلال ويقتلهم في ثوره تشرين حلال، بس من يصير الموضوع لا السلطه وما السلطه يخاف على دماء العراقيين. يا اخي هو صاحب يعني هو صاحب ميليشيا هو صاحب ميليشيا مسلحه كانت اول الميليشيات اللي تاسست في العراق بعد 2003 قتلت العراقيين. بس انطني دقيقة. انا ما اقول لك دا يقتل العراقيين، انا اقول لك الرجال ما راد يصير اكثر لان صار 20 سنة يشوفهم هم شي يسوون، ما راد يصير اكثر. ما راد يصير اكثر. طيب. لان عرف اذا هو يصير راح يصير يروح بها العراقيين. انا ابو همام انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا، وصراحة انا هذا الكلام من وجهة نظري انه هذا الكلام بيحتاج الى مراجعة، لان لو عدنا بالتاريخ الى دور مقتدى الصدر اللي يعترف به بعظمة لسانه وقال ماكو حكومة تشكلت في العراق دون موافقتي، وهذا الكلام هو ذكره في تصريح خلال مقابلة تلفزيونية، وهذا الموضوع الفيديو موجود. هو طرف بالعملية السياسية من 2003 وهو طرف بكل الحكومات اللي تشكلت، ولولاه كما يقول لما تشكلت أي حكومة، يعني لما جاءنا المالك الفاسد القاتل كما يصفه العراقيون، ولما جاء حيدر العبادي، ولما جاء الكاظمي وعادل عبد المهدي اللي قتل المتظاهرين، وكلهم كانوا قد قدموا إلى الحكومة أو الحكومات بموافقته وبسبب دوره الذي لعب ضمن هذه العملية السياسية. فحتى لا أحد يبرأ ساحته، هو موجود بميليشياته وفرق موته وأبو درع وغيرهم من 2003 لليوم. طيب مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل الآن إلى فقرة أنت ترى. ناشد ذو التلميذ مثنى قاسم، هو طالب في الصف السادس الابتدائي في مدرسة كريم، ناشد الحكومة ووزارة التربية بفتح تحقيق عاجل وإعادة تصحيح الدفتر الامتحاني لابنهم بعد حصوله على درجة 30% في اللغة العربية، في حين أن معدله الكلي هو 98%. وتساءل ذووه كيف يحصل ابنهم على هذه الدرجة في مادة اللغة العربية وباقي الدرجات أكثر من 98 فما فوق، وهو من الطلبة المتفوقين. وأكد ذو الطالب أنهم قدموا اعتراضا أكثر من مرة وناشدوا وزارة التربية بإيجاد حل لابنهم ومن على شاكلته ورفع الظلم الواقع في تصحيح الدرجات أو تصحيح دفاتر الإجابات. دعونا نشاهد. الصراحة احنا تفاجأنا أنه هو درجاته كلها ممتاز وزينة، يعني أقل درجة عنده بالعربي 98. من دخل الامتحان البكالوريا أنا قلت الاحتمال خاف، يعني بوقتها كان ماله خلق او ضايج او كذا، بس لا بالعكس هو كان كلش مجاوب ومتاكدين 100% انه هاي مو درجته. يعني من ال 98 المعدل مالته الى 30 يعني ماكو هيك درجه. اولا انا طالب مدير تربيه بابل بفتح الدفتر مالته وتطبيق خطه على خط الرقم الدرجه 30، هاي وحده. اثنين اطالب وزير التربيه صراحة لأن أحس أنه هو مظلوم، انظلم من هذا الدرجة. أنا طالب مفنى قاسم من محافظة بابي قبالي مسيب مدرسة الشيخ عبد الكريم. أنا ظلموني بالعربي، طبيت معدلي 98 والعرب عندي أبسط شيء. لا أنا طبيت مجاوب ومعدلي 98، يعني هاي 30 ليش؟ يعني والله مو درجة، هاي ما استحقها. يعني تحطوا التلفزيون معلمين كلهم يشدون عليه وكلهم يدرون بيا حال. طيب ننتقل الان مشاهدينا الكرام الى فقره الهاشتاج. اكد بطريرك الكنيسه الكلدانيه في العراق والعالم الكاردينال لويس رافائيل ساكو تعرضه لضغوط سياسيه دفعته لمغادره بغداد، وذلك بعد عزله من منصب بطريرك الكنيسه الكلدانيه تحقيقا لرغبات زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني. ووصف ساكو ما يجري باللعبه القذره التي حولت أحد زعماء ميليشيا الحشد ريان الكلداني إلى وصي على الأوقاف المسيحية وممثلا للمسيحيين سياسيا عبر منحه وأشقائه مناصب في الدولة، من بينهم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فأما تورطهم بارتكاب انتهاكات وفرض إتاوات على المسيحيين في سهل نينوى وتلكيف. طبعا كان أمر الاستدعاء القضائي لبطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم لويس رافائيل ساكو قد كشف خضوع القضاء لسطوة الميليشيات بعد أن مأهد لذلك مرسوم أصدره الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بالبطريرك ساكو. وأثار قرار سحب المرسوم ومن ثم الاستدعاء القضائي للبطريرك ساكو استياء
وسط الأوساط الشعبية في العراق تزامنا مع تفاعل المدونين مع وسم مع الباترياركة ضد الميليشيات. لنتابع بعض التغريدات. عادل يقول: المتابع لهذه الأحداث يكتشف أن جميع المسؤولين في الدولة من رئيس الوزراء نزولا إلى جميع من شارك في الحكومة مؤيد لما يحدث. عندها تتأكد أن المستهدف ليس الباترياركة ساكو، بل الهدف هو مستقبل المسيحيين ومناطقهم، وأهمها أرضهم وقرارهم ووطنيتهم. طيب، أبو آدم يقول: تعمدت إيران أن تبني لها ميليشيات من كل أطياف الشعب العراقي من السنة والشبك والتركمان، بل وصل الأمر للمسيحيين، وما هو أخص هو ضرب الباترياركة ساكو عبر ذراعهم الميليشياوي وبمساعدة رئيس الجمهورية. أي دولة هذه التي تقوي الشر وتدعمه، متمثلا بريان الكلداني ضد العراق الوطني الباترياركة ساكو؟ عدي يقول: يوما بعد آخر تتكشف الحقائق وتفضح الجهات التي حاربت المسيحيين والكرد والسنة وحتى الشيعة والمكونات والأديان الأخرى، هي حرب ضد العراقيين من فئة لا تنتمي للعراق. وأزهار يقول: مع الباترياركة ضد ريان الإيراني. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.